انت سايباني نايم لحد دلوقتي يا شمس؟ واه وراك ايه يعني؟ ورايا ايه؟ ورايا شغل. ما خلاص انا قلت للحاج انك تعبان. انا تعبان؟ مين قال لي انا تعبان؟ انت بتقولي اي كلام وخلاص؟ لو سمحتي يا شمس بعد كده ما تصرفيش من دماغك. بقول لك ايه، عايزاك. عايزه ايه؟ عايزاك تروح لمروان وتتكلم معاه. اتكلم معاه في ايه؟ تقول له انك عايز فلوس. انا عايز فلوس؟ مين قال لي انا عايز فلوس؟ انت عايزه تلبسيني مع مروان وخلاص؟ هو انت لازم تقعد مع مروان وتتكلم معاه وتقول له انك هتبقى اب. بجد والنبي؟ لو مروان مش واخد باله ان انت حامل بقالك قد ايه؟ انا محتاجه فلوس عشان نربطها وديعه للواد. وديعتي؟ وديعتي؟ انت بتقولي اي كلام على فكره. اصلا يعني عمال افكر انه لو لا قدر الله. لا قدر الله ابوكي مات صح؟ بعد الشر يعني، بعد عمر طويل. بعد الشر اه، بس انت قاعده بقى بتفكري ان ابوكي ما يموت ان شاء الله؟ اخواتك هيكوشوا على كل حاجه، فقاعده فاضيه بقى، عماله تفكري في اي طريقه تقلمي بيها قرشين، على قفايا انا. ربنا يهديك يا حبيبتي، سلام. سلام. اخك ظلم قوي. ولا مليم يا بنت عبد الحكيم، ولا مليم. تعالي بقى يلا ندخل لفوزية. بقول لك ايه يا زينب، انا ما بحبش اللف والدوران. وانت من امتى يهمك فوزية ولا غيرها؟ تعالي لي ظهرك ده وقولي لي. مروان في بالك من امتى؟ من زمان قوي. هي اللي في بالي بعد كل اللي عملتيه، ودلوقتي جاي تسألي زينب تبقى بنت عمي، ولد العم ياخد بنت عمه، وده سلونا وانت عارفاه. ايوه يا نادية، انا هتجوز زينب. مالك يا حبيبتي؟ واقفة كده ليه؟ بكلم حسن من امبارح ما بيردش عليا. ما تقلقيش، الغايب حجته معاه. يا شمس! في ايه؟ شمسك كعبلت وقعت من على السلم. عملتيها يا بنت كريمة؟ بنت ايه؟ مموت. عملت انت عايزه توديه في داهية؟ بنت يا اما، بنت حقيني. ايه يا بنت؟ ايه يا ضنايا؟ انا هموت يا اما. لا شمس عاملة ايه؟ تعبانة، سقطت. ايه؟ اه كريمة وبتها اللي سقطوا بيتك اخويا. عشان تصدقني عاد عايزين يهدوا البيت علينا، يقتلونا واحد ورا التاني. والله ما هسيبك يا كريمة. انت شفته يا فتحي؟ شفته ولدنا؟ انا كنت اشوفه دقيقه واحده بس. لا شمس يا حبيبتي، انا مش عايزك تعملي في نفسك كده. ان شاء الله ربنا هيعوضنا خير. شمس انت حبيبتي، عايزه ولدي يا ابويا، عايزة ولدي بس يا بنتي بس. يا
ايه اللي جابك يا ولية انت؟ هي فين؟ هي فين يا بنت انطقي؟ في ايه؟ في ايه مالك؟ في ايه على الصبح؟ اهلا وسهلا، اهلا بيكي يا اختي. لا تكوني فاكره ان امك هتحوشك عني، ده انا هاخد روحك النهارده. انت كلمتي جبريه ولا ايه؟ جنة لما ينططك. طب اطلعي بره بقى، بلاش اللي تأدب. مش قبل ما اخد روحك. روح مين اللي نازل ايدك؟ روح مين؟ هي فرحه عشان تاخدي روحها؟ بنت قتلت بنتي. واحده بواحده يا جبريه، والبادي اظلم. يعني ايه؟ يعني اللي مات مش اغلى من اللي مات وقابله. انا لسه لغايه دلوقتي يا جبريه ما خدتش عزا عبد السلام اخويا ولا عبد الله جوزي، وانا مش همشي غير اما اخد روحها. انت جرالك حاجه في مخك، بس اقول لك ايه، انت زي امها كبريه ومن حقك تربيها زي ما انت عايزه، بس هتقولي ايه لحسن لما تموتي ابنه اللي في بطنها؟ حسن مش هينسى، مش هينسى، طول ما هو شايفك قدامه هيبقى شايف امه اللي قتلت ابنه. افاجئ الفجر اتعلمت منك يا جبريه، ولا انت نسيتي؟ يبقى عمرك انت يا كريمه. عمري؟ عمري خلاص راح. عارفه ليه؟ عشان بناتي هم اللي بيجيبوا لي حقي. وحسن لسه صغير وهيتجوز ست ستها ويملى الدنيا عيال وهينسى، وبتك مشغله من بنتي. وانا اتدبيت خلاص لما شفت بنتي ولدها بيروح منها قدام عيني، وبنتك هي اللي قتلته، وانا مش هنسى.